تزامنا مع بداية شهر الخير والبركة، انطلقت اليوم مبادرة مكارم، وهي أكبر منصة إعلامية رقمية متكاملة، وذلك لتعزيز الأخلاق والقيم الاجتماعية، وذلك عبر إنتاج مواد وبرامج إعلامية. كما تعمل المبادرة على إنشاء وإنتاج مواد معتدلة فكريا تتعلق بكل ما يحتاجه الشباب من فهم لمبادئ السلام والتراحم والتعاون والعمل والابتكار، إضافة إلى المواطنة وحب الوطن وغيرها من القيم الأخلاقية الإيجابية التي تسعى إلى غرسها وتأصيلها في الأجيال القادمة. منصة مكارم وفي شهر رمضان المبارك تقدم جرعة يومية من الفائدة والمتعة والمعرفة، وذلك من خلال نشر عدد من البرامج على قناة المنصة في اليوتيوب، كبرنامج وصايا للكاتب السعودي محمد الرتيان ويوميات بوشفين والربع. وللحصول على المزيد من المعلومات تجدونها تحت هاشتاغ منصة مكارم أو عبر العناوين الإلكترونية الظاهرة على الشاشة.